باسمي وباسم قسم الكوفين وباسم الهيئة الإدارية لمؤسسة التمويل الخيرية. طبعا نبارك لكم هذه الولادة الميمونة، ونسأل من الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يفوزون بشفاعة فاطمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن شئتم أن أبتدئ فشنفوا أسماعنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم، يا آل بيت رسول الله حبكم، فضل من الله بالقرآن أنزله، فضل من الله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا كعبة للنور يا عين الهدى، يا كعبة للنور يا عين الهدى، لولا ضياءك في الدجى لم أهتدي على جمر النوى، لم تبعدي. صلوا على ذاك السراج واله، فالشمس تهبل إن غنت لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا عوفك يا علي بس بشروع، ألقى واحد مثلك ينخام وجاب. أنا عوفك يا علي بس بشروط، ألقى واحد مثلك ينخى وجاب، وكون نايم ليلة بفراش الرسول، وكون قاتل مرحب وشالع لباب، وكون ما يجر سلاحوي سا
سو انقلاب وكون مني صيغ أمير المؤمنين وبراتب يشتغل بس للثواب. واسمع صلاة الله صلى على محمد وعلي محمد. حسين 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 بارك الله فيك حسين.